أعزة على الكافرين، لأن المودة مع الكافرين مرفوضة والتسامح مع الكافرين مرفوض، وهذا مفهوم خطير جدا يراد اليوم تسويقه للمؤمنين. يا أخي الإسلام دين تسامح، ما لك لا تتسامح؟ تستخدم ألفاظ وعرة خشنة. مرة كان في حوار في جلسة وتحدثنا عن أمور معينة متعلقة يعني السياسة العالمية، الوضع، علاقتنا مع أمريكا، مع روسيا، فكانت ترد كلمة الكفار الكفار. فلما خلصنا في واحد اعترض، قال يا أخي يعني ماشي قول أمريكا قول روسيا لكن لا تقول كفار، يعني إذا الله سماهم كفار أنا أخجل من تسميتهم كفار. يريدون تذويب هذه المصطلحات الشديدة العزيزة القوية التي تجسد رفعة المسلمين وعزتهم، يريد أن ينزلوا مستوى العزة الإسلامية إلى مستوى التسامح الرخيص مع من سلب الأرض واقتحم البيوت وهدمها وقتل وانتهك الأعراض. أي تسامح هذا يكون مع هؤلاء الناس؟ هؤلاء لهم جزاء واحد، هو الأخذ على أيديهم والانتقام منهم وتأديبهم، وهذا لا يكون لا بالتسامح ولا بالتفاوض ولا بالملاينة، وإنما يكون بالعزة. فالعزة تعني كما قلنا الشدة والغلظة والمعاداة. هذه المعاداة كلمة اليوم غابت تقريبا عن القاموس السياسي عند المسلمين، وقل لك يا سيدي نسوي صلح وبعد الصلح تطبيع وما فيش داعي نضل في حالة حرب، مثل ما افترى الهالك السادات لما وقع كامب ديفيد، قال خلاص مش حودي ولادي على الموت بعد النهاردة. ايش يعني مكرمة بتمن على الشباب؟ اللي الشباب يريدون الجهاد، بتمن عليهم انك ستحجب عنهم الجنة وستبقيهم في الحياة هكذا يعني أشباه رجال؟ المعاداة يجب أن تكون مع الكفار. كافر معاديك بدك تعاديه. أصلا أنت استراتيجيتك في الإسلام هي معاداة لغير المسلمين.